رجل كان يدعو على السيسي في سجوده، وكان منذ أن حدث في 3/7/2013 حتى شهر 3 الماضي، هذا الرجل لا أعرفه ولا أقابله ولا أعرف أين بلد، ذهب ليعتذر وقال: قلت لنفسي عندما أذهب إلى بيت الله الحرام سأدعو على السيسي أن ينتقم الله منه. قال لي هذا الكلام لأفسر له ما حدث. قال: فلما ذهبت إلى الحرم، والمعتبر عندما يذهب إلى الأراضي المقدسة يبدأ بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يختم بحرم الله. قال: فلما ذهبت إلى الحرم قلت والله لا أصومن وأعتكفن في حرم الله كي أدعو على هذا الرجل. وقال: كنت أذهب قبيل الفجر فأطوف بالكعبة ثم أصلي الفجر فأنتظر في الحرم حتى الشروق ثم أصلي الضحى ثم أدعو ما قدر الله لي ثم أذهب إلى الفندق فأنام قليلا وآتي إلى صلاة الظهر ثم أصلي العشاء وأمكث في الحرم ثم أدعو وهكذا. قال: وكنت أدعو على الظالمين على مستوى القارات الأحياء منهم والأموات. قال: ودعوت على صدام ودعوت على بشار ودعوت على الأسد ودعوت على القذافي، ولما أتيت أن أدعو على السيسي شل لساني. هذا الرجل قال هذا الكلام وقال: كنت أؤخر الدعاء عليه إلى الآخر حتى أجعله آخر الظالمين فأدعو عليه بقلب صرف يعني في الآخر عشان يدعو لوحده بقى. قال: فشل لساني فلم أستطع. فقلت في نفسي: ما الذي حدث؟ هل شل لساني أم أصابني الخرس؟ ما الذي حدث؟ قلت له: يمكن أنت كنت خايف ولا حاجة. أنا حفظت من مين؟ ده أنا في بيت الله رب العالمين وأنا ساكن لله ولا يسمعني أحد إلا الله. قال: فرفعت بسجودي ثم تكلمت بكلام آخر، يعني سبح أو استغفر، فانطلق لساني يتكلم تاني زي الأول. قال: فدعوت على الظالمين مرة ثانية فوجدت نفسي أتكلم فأتيت لكي أدعو على السيسي فشل لساني. قال: فانتهيت من صلاتي وذهبت إلى الفندق وقلت: الأيام بقية، يعني لسه قدامي يوم الصلاة جاءت علي. قال: فذهبت في الصلاة التي بعدها أحاول فلم ينطلق لساني وأمسك لساني وشل لساني. قال: فأتيت في الصلاة التي بعدها، يعني فجر الظهر العصر المغرب العشاء، فلم أستطع، وفعلت ذلك في اليوم الثالث فلم أستطع، وفي اليوم الثالث فلم أستطع. 3 أيام يحاول أن يدعو على الرئيس السيسي فلم يستطع. قال: فذهبت إلى الفندق في اليوم الثالث بعد صلاة العشاء، وأنا في الحيرة، ما الذي حدث؟ لم يبقى إلا يوم واحد ونرحل ونسافر إلى مصر، وأنا كنت عازم على الدعاء على هذا الرجل، فما الذي منعني؟ قال: فنمت في هذه الليلة فرأيت فيما يرى الناس أنني نائم في غرفة الفندق، وأن الرئيس السيسي أتى يلبس ملابسا بيضاء ثم سلم علي واحتضنني. قال: وأنا في الرؤيا أظنها يقظة ليست مناما. قلت له: لماذا؟ قال: لأنني كنت أرى من ينامون بجواري في الغرفة كل على سريره. فقلت في نفسي: كيف ينام هؤلاء والرئيس السيسي؟ لماذا لم يقفون له؟ قال: فأتى وهو يلبس ملابس بيضاء وسلم علي واحتضنني وقبلني ثم انصرف. قال: فاستيقظت من نومي وعزمت على أنني لا أدعو على هذا الرجل أبدا، بل أدعو له بالتوفيق. الذي أخبرني بهذا الكلام يوم 15/3 الماضي، يعني بقاله شهر ويومين.
وأنا لم أحدث بهذه القصة إلا بعض أصحابي.